السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية الرقاق. شايفين الجمال، شايفين الحاجة الحلوة دي، وطبعا اللون الجميل على وشها ده. تعالوا يلا عشان تشوفوا السر اللي أنا حطاها على وشها، وطعمها تحفة وجميلة جدا وقد إيه طرية. يلا تعالوا معايا عشان تشوفوا الطريقة. السلام عليكم على كل اللي بيشوفوني، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. معاكم نورة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الرقاق بطريقة حلوة جدا، ومش هتاخد مننا اي وقت، ومقادير طبعا بسيطة ومتوفرة عندنا في كل بيت. طبعا لو اول مرة تسمعيني، برجاء منك الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله، وطبعا ما تنسونيش بلايك حلو زيكم. ومعايا هنا المقادير عشان ما اطولش عليكم. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفروم، طبعا لسه جاي دلوقتي طازة، وكمان معايا بصلتين كبار زي ما انتم شايفين كده، وحوالي 4 أو 5 فصوص ثوم. دي المقادير طبعا اللحمه اللي هنعصجها مع بعض دلوقتي. ومعايا هنا زيتون، الزيتون طبعا ده اختياري، حابين تحطوا تحطوا، مش حابين براحتكم. وكمان معلقتين كبار كده من الصلصه، الصلصه دي انا عاملاها في البيت. وطبعا التوابل معانا، معايا هنا حاجه بسيطه جدا من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الملح، ومعايا هنا كمان كزبره ناشفه مطحونه، وكمان كمون. طبعا كل الحاجات دي انا هنا بطحنها في البيت عشان اتاكد منها، ما بحبش اجيب اللي هي جاهزه، بتبقى مش حلوه وريحتها طبعا ما بتبقاش قويه. ومعايا هنا طبعا لفه الرقاق، لفه الرقاق هي الصغيره دي اللي انتوا عارفينها اهي، تمام. وكمان سوري، ومعايا كمان زي ما انتم شايفين كده، معايا هنا جبنه مبشوره، جبنه شيدر انا كنت عينها عندي في الفريزر لحين طبعا لما اكون عايزاها. وكمان عندي ما انساش طبعا الشوربه، دي اهم حاجه، الشوربه عندي هنا مغليه، لازم تكون مغليه عشان تساعدني في الرقاق عشان يبقى طري معايا. يلا نعمل كل المقادير دي كلها مع بعض. هنخرط البصل ونقطع طبعا الثوم ونحمرهم يلا مع بعض. هنا بعد ما نزلت بالبصله والتومه اهو بحاجه بسيطه جدا من الزيت، انا مش هحط زيت كتير، انا هنا ده الدهن انا كنت مسيحاه من اللحمه، تمام. هاخد منه حاجه بسيطه كده بحيث ان يدي ريحه قويه كده للحمه بتاعتي اهو، بدل يعني ما احط سمنه او زيت احط الدهن بتاع اللحمه احمر بيه. انا هنا مش هحمر البصل على الاخر كده، كفايه كده. انا هنزل بقى باللحمه بالشكل ده كده. بعد ما نزلت اللحمه هنزل بقى البهارات بتاعتي، الكمون والفلفل الاسود والكزبره الناشفه وكمان الملح اهو، انا بس عايزاها تاخد صدمه اهو. هنزل بقى هسيبها شويه بس تاخد وتدي مع نفسها، وهنزل بقى بالزيتون ومعلقتين الصلصه بتوعي في الاخر. نسيت طبعا اعمل ايه، لسه ما حطناش اللي هو جوزة الطيب. جوزة الطيب دي حلوه قوي وبتدي ريحه حلوه لاي لحمه، لو انت هتعصجي اي لحمه تعملي كفته بجد حلوه قوي، بس ما نكترش كده كفايه. هنزل بعد ما خدت اللون بتاعها كده، خدت صدمه، هنزل بقى بالزيتون المخلي زي ما قلت لكم، انتوا حابين تحطوا حابين مش حابين براحتكم، بس بجد بتدي ريحه حلوه قوي في عندي في الرقاق وفي المكرونه البشاميل برضو. هنا بقى هنزل بمعلقتين الصلصه، انا عايزاها تكون كده يعني ايه، تكون طريه شويه معايا ما تبقاش ناشفه. هغطي بقى عليها واسيبها على نار هاديه تستوي كده حوالي بالظبط ربع ساعه، وبعدين يلا نكمل مع بعض الرقاق. بعد ما اللحمه خلاص استوت معايا، يلا مع بعض بقى نعمل الرقاق واوريكم ازاي انا بشربه بالشوربه كويس جدا. زي ما انتم شايفين لفه رقاق بتكون جايه معايا كده، انا طبعا بفتحها بحرص جدا عشان ايه، مش عايزاها تتكسر معايا. وعلى فكره لو اتكسر معاكي عادي خالص ما بيحصلوش اي حاجه، بعد ما بيستوي الشوربه بتدمج ده كله، بتعمله زي عجينه وتطلعه قرص حلو يعني ما شاء الله. هنا بعد ما فتحت لفه الرقاق ما شاء الله اهو، هي بتبقى حوالي من 8 ل 10 طبقات اللفه الصغيره دي. بجيب بقى عندي هنا كده صينية وبفضي فيها الشوربة، طبعا الشوربة تكون سخنة جدا يعني عشان تسعف معايا بسرعة اهو، على قد مقاس الرقاق بالظبط اهو. هبل بقى الرقاق
من فوق وتحت، وبعدين احطها عندي في الصينيه. الصينيه بتاعتي اهي، انا هنا فرشاها، هنا زيت حطاها تحت زيت، حابين تحطوا زيت سمنه براحتكم خالص. بجيب بقى الرواق بتاعي كده اهو، سهل جدا ما بياخدش معايا وقت اهو، بس خلي بالك بقى عشان ايه هي سخنه وكده. هجيب بس معلقه هنا، بعد ما شربت كويس جدا من الشوربه اهي بتطلع بكل سهوله. بجيب بقى الصينيه بتاعتي هنا وبحاول انا افردها اهو، تفرد معايا عادي خالص اهو. احاول بقى ان انا الصينيه بتاعتي املاها من تحت رقاق، وما تقلقيش خالص لو حاجه اتكسرت منك مش هيجرى اي حاجه اهو. خدت الصينيه كلها، هكمل بقى كله بنفس الطريقه دي. هعمل معاكم كمان واحده، هنا معايا اتنين انا حطيتهم مع بعض اهو، غطسيهم في الشوربه، واول ما تحسي ان هم خلاص دبلهم طلعوهم على طول اهو. شايفين؟ اطلعهم بقى اهو اهو، شايفين؟ شايفين بقى الطريقه معايا ازاي اهي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي الطريقه التانية اللي انا عملتها الاولانيه اهو، بظبط بقى على قد الصينيه بتاعتي كده كده. حصل معايا واحده اتكسرت كده عادي برضو اهي اهي، بنبلى بيها فراغات الصينيه من تحت، بحيث ان اللحمه ما تقعش مني على ارضيه الصينيه اهو. اول برضو بجد لما الشوربه تكون مغليه بتسعف معاكي، لما تكون سخنه سخنه وليست مغليه ما بتسعفش معاكي وبتكسر معاكي. يعني انت الشوربه لو بردت معاكي وانت لسه ما خلصتيش كميه الرقاق، رجعي تاني خديها، رجعيها تاني في الحله وخليها تاخد غلوه وكملي عادي خلاص، مفيش اي مشكله اهو. اتكسر مش مشكله معايا اهو اهو، هاجي اقلبها كده بس اهو. هحاول بقى ايه اظبط الصينيه بتاعتي كده اهو اهو. هي طبعا الشوربه بتاعتي هنا بردت، انا هنا هديها غلوه معايا على النار عشان ايه اتاكد ان كل الرقاق اللي معايا اتشرب كويس من الشوربه. شايفين كده بنفس الطريقه، هغلي بقى الشوربه دي ونكمل مع بعض تاني. بعد ما خلاص حطيت خمسه تحت في ارضيه الصينيه بتاعتي، هنزل بقى باللحمه اللي انا عصقتها معاكم اهو، وافردها كده. احاول بس ان انا ايه ما اجيبش اللحمه كده على الاطراف، اخليها ايه في النص، يعني بحيث ان احنا ما تطلعش بره الصينيه بتاعتنا اهو، يعني اكتر من جوه واخفف من بره اهو. ما شاء الله ريحتها تحفه اللحمه. اللحمه مع الصاجه ما بتعوزش توابل كتير على فكره، لو احنا حطينا وكترنا توابل كتير ريحه اللحمه هتروح. وطبعا معلقه الدهن اللي انا حطيتها معاكم انا كنت مسيحاها، بجد مخليه ريحه اللحمه واو حلوه، يعني حلوه جدا. هنا بقى الجبنه الشيدر هنزل كده ببرشه، انا مش هحطها كلها لاني عايزه احط كبشه كده على الوش بحيث انها تحمرها. هكمل بقى واعمل بلي برضو بالشوربه وانزل بالطبقات الخمسه التانيين اهو. بعد ما بليت الاتنين اهو مع بعض كده، لسه كمان ثلاثه هحطهم على الوش. سلقت الرقاق بقى خلاص بعد ما خلصتها زي ما انتم شايفين كده، شايفين طريقه معايا ازاي. قبل بقى طبعا ما ادخلها عندي هنا الفرن هقطعها الاول اهو عشان تبقى سهله عليا، لما تكون سخنه واجي اقطعها هيتكسر مني. نفس الطريقه اللي بعملها طبعا مع الجلاش الطري، بقطعها كلها. بعد ما قطعتها هنزل كده بحوالي يعني 3 كرنبات كده من الكرنب الصغير اللي انتوا شايفينه ده من الشوربه. عايزاها تكون قبه معايا ما تكونش صغيره اهو. حطيت حوالي 4 معاكم اهو. هنزل بقى بالجبنه اللي كانت فاضله معايا اهي كده، هدخلها بقى عندي الفرن. هتكون طبعا الشبكه هتكون قريبه جدا من الصاج، هظبطها وبعدين نرجع نكمل مع بعض. بعد ما خلاص ما طلعتها كده وخدت اللون الجميل ده اللي انتوا شايفينه، انا طبعا حطيت بيضتين وكوبايه من الحليب عليهم شويه فلفل اسود كده وملح، ورشتهم كده على الوش بحيث ان هي تعملي الوش الجميل ده. دلوقتي هي طالعه دلوقتي معايا، ما هياش ايه لو جيت اقطعها هتبقى ناشفه معايا. هنزل كده بشويه كده من الشوربه، حاجه بسيطه كده، الشوربه البارده او الميه، مش عندك شوربه ممكن تحطي الميه،
وهرجعها طبعا الفرن خلاص، بس الفرن انا طفيته خلاص، وهغطي عليها بصينيه عندي بحيث ان وشها يبقى طري معايا. هدخلها بقى الفرن كده. بعد ما طلعتها وقطعتها ما شاء الله تحفه جدا، وطعمها كمان حلو قوي. شايفين الطبقات ظاهره ازاي ما شاء الله، والطبقه التانية تحت اهي ما شاء الله. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسونيش طبعا بلايك حلو زيكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.